سلام حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو كيف العاده، الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تشتركوا بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم اي جديد كنزل. ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم، وخصوصا ما تنساوش تشاركوا القناه ديالي والفيديوهات ديالي مع اصحابكم وعائلتكم. فيديو ديال اليوم غنشارك معكم ثلاثه ديال الاقتراحات ديال العصائر كتجي رائعة منعشة ولذيذة بمكونات جد اقتصادية بطبيعة الحال، وطريقة تحضير جد سهلة. كنتمنى هاد الفيديو تنال الاعجاب ديالكم، ولعجبتكم ما تنسوش توصلوها لاعلى نسبة ديال اللايك. وبلا ما نطول عليكم، خليكم مع المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة لأول مشروب فغادي نحتاجو عندي هنا الكيوي، عندي تقريبا جوج حبات صغاري ديال الكيوي، شوية ديال الأناناس اللي كان عندي مجمد في المجمد، عندي جوج حبات صغارين ديال البرتقال ولا ديال الليمون اللي نقيتهم وحيت لهم العظام، وهنا عندي الماء بارد على حسب الخطورية اللي بغيتو ديال العصير مع السكر اللي كيمكن لكم بطبيعة الحال تعوضوه بالعسل. انا هنا في الخلاط الكهربائي غادي نضيف الليمون، غادي نضيف عليه الاناناس، وغادي نضيف الكيوي. الكيوي كيتواتى مع الاناناس بواحد الطريقه ما تصوروهاش، وصافي كنزيدو الماء بطبيعه الحال على حسب الخطوريه ديال العصير اللي بغيتو. غادي نضيف جوج معالق معامرين ديال السكر، كيمكن لكم تعوضوه كيف قلت لكم بالعسل، وكنخلط الكل جيدا. عصير خفيف طريف كيجي رائع منعش ولذيذ بطبيعه الحال، كيمكن لكم تحضروه حتى لاخر الدقائق. صافي ها هو غنوريكم القوام ديالو كيفاش كيكون. انا هكا كيعجبني يكون العصير ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش عاوتاني خفيف بزاف. بالنسبه للعصير الثاني غادي نحتاج واحد الكميه ديال المونغ اللي كانت عندي مجمده مسبقا في المجمد، عندي جوج حبات ديال البرتقال صغار اللي نقيتهم وحيدت لهم العظام، وعندي هنا حبه ديال الجزر متوسطه ولا ديال الخيزو اللي سلقتها وخليتها بالماء ديالها، وغادي نضيفوا السكر بطبيعه الحال ولا العسل على حسب الرغبه ديالكم، والقليل من الماء بارد باش على حسب طبيعه الحال الخطوريه ديال العصير، ونديرو بحساب هذاك الماء اللي بقى لينا اللي تسلق فيه الجزر. صافي غادي نوضع في الخلاط الكهربائي داك الجزر بالماء ديالو، غادي نضيف عليه الليمون، نضيف المونغ، وغادي نضيف السكر بطبيعه الحال على حسب الرغبه. انا هنا ضفت غير ملعقه كبيره لان كان عندي المونغ حلو. وصافي غادي نزيد شويه ديال الماء، وغادي نخلط الكل جيدا، كيجي عصير رائع ومنعش، وكيف كتشوفوا القوام ديالو كيجي صراحه عصير خطير. انا متاكده الا جربتوه غادي ينال الاعجاب ديالكم، حتى اللون ديالو كيشهيك انك تشربو. ودابا غادي ندوزو باش نوجدو العصير ولا المشروب الثالث اللي غادي نحتاجو فيه الموز ولا البنان اللي مجمد. انا عندي هنا البنان شويه طيب، داكشي علاش كيبان لكم بحال هكا مفرتت، وغادي نضيف ليه الحليب بارد بطبيعه الحال. وهنا عندي صلصه ديال الشوكولا، ولكن يمكن لكم تذوبوا اي شكلاط عندكم وتضيفوه، يعني ماشي بالضروره صلصه ديال الشوكولا جاهزه. وعندي هنا الكريمه ديال الخفق اللي غادي نزين بها بطبيعه الحال، كتبقى اختياريه غير مساله ديال التزيين، وكتزيد شويه ديال الذوق بطبيعه الحال ملي كتخلط مع العصير، ولكن يعني كتبقى اختياريه. صافي هنا كندير داك الموز المجمد مع الحليب، وكنضيف عليه صلصه ديال الشوكولا، كنخلط الكل جيدا، وها هو العصير عندي واجد. غادي نجيب الكاس فاش غنقدمو، غادي نزينو بحال هكا بخطوط ديال صلصه ديال الشوكولا الجاهزه، غير هكا كتعطيه منظر. وصافي كنوضعوا الخليط ديالنا، كي شفتوا القوام ديالو كيفاش كيكون، صراحه كيجي رائع رائع ولذيذ. كنزينوه بالكريمه، اي كريمه ديال الخفق متوفره عندكم،
وكنزينوه في الاخير بقطرات هكا ولا خيوط ديال الصلصه ديال الشوكولا. كنتمنى هاد العصائر اللي قدمت لكم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، لانهم فعلا كيجوا عصائر منعشه سهله في التحضير ديالها. عندي بزاف ديال الافكار ديال العصائر، الا بغيتوا هاد النوع ديال الفيديوهات طبيعه الحال ما عليكم الا تخليوهم لي في التعليق وتشجعوني هكا تبارطاجيو لي فيديو ديالي، ديروا لي لي لايك وديروا لي التعاليق ديالكم، وان شاء الله انا نلبي لكم كاع الطلبات ديالكم لاي فيديوهات بغيتو ان شاء الله في القناه. بلا ما نطول عليكم، تلقاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو ليا في راسكم. السلام عليكم.